وان في شغله اقول السجاد انت ما بتعرفوها، هيك اللي يحكي سجاد شغله انت ما بتعرفها. المهم قصه الويك اب هاي اللي يعني. قصه الويك اب سايد شو اسمه تكرول ويك اب باكور تعيس شغلات هاي يعني الها 100 قصة هاي الشغلة. بس معظم اللعيبة عندنا يعني احنا ولعيبة الاونلاين كلهم بس توقعوا هيك ظل يكبس مربع او اكس. بس لما يكبس مربع بيعمل تكرول للليفت، لما يكبس اكس بيعمل تكرول للرايت. يعني حسب انت مثلا انت وين بدك تعمل تكرول تقدر انت تقرر انك تعمل تكرول. تقدر تعمل تكرول للرايت، تقدر تعمل تكرول للليفت. تقدر تكبس فورورد تصير معك هاي الشغلة. هاي الشغلة يعني مش كثير منيح. تقدر تاكل كومبو من وراها لو يعني تعمل وحدة هيك تروح تاكل كومبو. الا يعني عند شوية لا مثلا هاي الشغلة كيف بتصير؟ مثلا انا وديت هاي هون بدي اركض عليها بحركة رننج غير هاي طبعا تاعت لو الرننج تاعت اللعيبة الثانيين تيجي هاي الحركة بتقطعني. بس هاي الحركة هي انسيف يعني لو صديتها انت صعب تصدها اصلا لانه هي اصلا فيها شو اسمه فيها وشباك رهيب. المهم ما حدا بيستخدمها اصلا. فينج عنده وحدة باخذ كومبا من وراها. المهم الباك رول بالالعاب القديمة هذا مش باك رول. بالالعاب القديمة زي تيكن 6 وتيكن تاج الباك رول كان اشي ثاني. كان اللاعب هيك يدحرج لورا. اذا كان في ترابات خير الله لزمان الباك رول. مثلا لما تعمل باك رول يجي اللاعب يمسك يعني يشمطك مد بتضرب ارض يجي ياخذ منك كومبو. هاي الشغلة شالوها بالاوكي تاع تيكن 7. صارت هاي الشغلة الباك رول هارد. وشو اسمه؟ بدك تكبس اب هيك بتقوم هيك بتقوم تكبس اب تقوم زي هيك اللاعب زي الباك زي ال شو اسمه لما تكبس باك لا لما تكبس باك بتقوم زي هيك. اذا ما عملت باك رول بيقوم اللاعب زي هيك. في الفرونت رول اللي هي اي زي نظام الباك رول زمان. تقدر يعني زمان كنت تقدر هاي مثلا تعطيك كومبو زي هيك بس هسه بطل هسه بطل تقدر تاكل مد يعني. بس في شغله بعد الفرونت رول هاي موجوده يعني من زمان من كل التكنات. اللاعب يقوم يعني يقوم اللاعب زي هيك يعمل فورورد رول يكبس 1 بلس 2 يقوم زي هيك فورورد رول 1 بلس 2. هاي الحركة على البلوك هاي الحركة زيرو حسب ما قال لي سجاد. يعني ما بيكون لا دورك ولا دور زيرو بيكون بنعملها ستيب بسهولة. هاي الحركة لازم تعملها ستيب بسهولة يعني. في سايد رول على الأرض اللي هو زي هيك. انت برضه بتكبس اب شو اسمه ما بتكبس اب ما بتكبس مربع اولها. اول ما تقع ما تكبس مربع بس لما تقع خلاص وتصير زي هيك تكبس مربع. لما ما تقدر تعمل تكرول يعني مثلا شبطتك زي هيك هون انت ما بتقدر تعمل تكرول. تقدر تعمل باك رول زي هيك شو اسمه رول على الارض زي هيك نفس الشيء بالنسبه لهي. في شغله كمان بتكن 7 فين الباك رول هارد. هسا بدي اخلي اللاعب يعمل تكرول. مش حكيت لكم انا بعد السبايك هاي السبايك ما بيقدرش يعمل اللاعب تكرول. ما بيقدر اللاعب يعمل تكرول. التكرول هون خلص ما فيش تكرول. ف يعني مثلا على سبيل المثال هاي الشغله انا كثير بعملها بسامر بعملها بالكل يعني مره اللي ما بيعملوا تكرول. جيت اعمل لك هيك هاي بتصير جرانتيد عليك مثلا على سبيل المثال. لانك انت مش قاعد انت قاعد تعمل تكرول. التكرول اصلا ما بصير فبصير عليك شغلات جارنتيد.
فهاي هاي السبايك، السبايك هاي كيف تهرب منها؟ هاي السبايك تهرب منها بباك رول زي تكبس باك، تكبس باك بتبطل شغل عليك جارانتيد. فدائما لما تقع على الارض بتضلك، اذا انت بتحب تعمل تكرول اعمل تكرول، بس من باب الاحتياط خليك كابس باك. بتحب تعمل تكرول عادي اعمل تكرول، بس من باب الاحتياط ضلك كابس باك. بس تقع على الارض بلاش يصير هاي الشغلات عليك جارانتيد. وكوما عنده شغلات بتخوف اذا ما تكبس باك. هسه بالنسبه للجيت اب كيكس، الجيت اب كيكس في يعني شغلات كثيره لازم تعرفوها فيها. الجيت اب كيكس كثير بتختلف، المد لها كثير شغلات. بس لو كان اللاعب ضدي، وجهه على الارض زي هيك، وجهه لفوق ونايم على ظهره، قام شمطني جيت اب كيك زي هيك، هاي بتكون حركه منص 12. في لعيب عندهم بانش زي كازيا، ديفل جين، لارس، اليسا، جوزي، كثير لعيبة عندهم مانش. في لعيبة ما عندهم مانش، في لعيبة المانش تبعهم كثير سيئة ما عندهم مانش. لو مثلا ما عنده مانش بس عنده هاي، عنده هاي شو بانش هاد، يعني هاي 12 بس ما بتوصل. المهم لو كان اللاعب هسه على اليمين وعلى الشمال بتختلف، بيختلف دائما. يعني هاي برضه ماينس 12 بس لو ضربته من فوق زي هيك ما بتنحسب يمين، بتنحسب من ورا. لما تكون من ورا الحركه بتبطل ماينس 12. لما يكون وجهه زي هيك وتيجي الانيميشن بتاع الجيت اب كيك زي هيك بصير ماينس 14. ففي لعيبه بيقدروا يبنشوها منش. في لعيبه مثلا الكتريك تقدر تبنشها رنش هاي الحركة، خلي هاي الشغلة براسك. نفس الاشي لما يكون راس اللاعب زي هيك، نفس الاشي بالضبط. لما يكون نايم على بطنه بتكون نص، يعني نص الحركات ما يصاب، مش نصهم كلهم ماينس 14 كلهم. لما يكون نايم يعني لما افقع زي هيك مثلا، بس بخليها تقوم اعملها هيك اهجم ماينس 14. لما تكون نايم، لما يكون نايم على بطنه يعمل جيت اب كيك تاعت الميد كله، اتوقع انه كله ماينس 14. فاك اوف، لا مش 14 قول، لا 14 مش 14. لما يكون نايم على بطنه كله 14، لما يكون نايم اللاعب على بطنه كله 14. هسه بالنسبة للو هسه بالنسبة للو هاي اشي كثير مهم. هسه لما تكون زي هيك اللو هيك يعني اتجاه يعني زي دائما تكون بس ماينس، يعني اتوقع 12 او 13. بس ماينس 12 بتكون، بس ماينس 12 لما تكون زي هيك. لما تيجي من يعني مثلا على سبيل المثال من اليمين زي هيك بتصير 13. شمال تيجي نفس ثابت تصير ماينس 12، بس هاي بس ماينس 12. اذا جت من اليمين زي هيك بتصير هيك 12، هيك 12 بس. لما تيجي من هون هاي 13، هاي 13. المهم لما تيجي من ورا زي هيك، دقيقة لا مش لازم تكون هيك،
هيك 13 برضه. لا لا مزبوط مزبوط هيك بتكون. هاي برضه 13. بس لما يكون نايم على بطنه كل شيء بيختلف، كل شيء بيختلف، لما يكون نايم على بطنه اللاعب كل شيء بيختلف. شوف هون. لانش يا معلم. هاي لانش. لا تبنشوها هيك. لا تبنشوها حتى هيك. هاي لانش. حرام ما تبنشها لانش. يما. يحفي عايزة. المهم. هاي برضو لانش. هاي برضو لانش. شرموطة. هاي لانش. ظلت على الباك. برضو لانش. يعني لما تكون نايم على بطنك لا تعمل جيت اب كيك، لانه الميد بتصير ماينس 14 واللوات كلها بتصير لانش. بالنسبة للريكفري كيك برضه، ريكفري كيك هاي كمان قصتها قصة. الريكفري كيك ما بتيجي اصلا لما تكون انت نايم على ظهرك زي هيك. الكفر كيك ما بتيجي غير هيك. هاي احطها لايم يعني على بطنه بس ما بتيجي هاك. هاي بتيجي هاي. فهاي الحركة لانش. هاي الحركة برضه لانش. هاي لانش يا اخوان. لما يكون لو عملها زي هيك المدات تضربها يعني عادي. المدات تيجي فيها ما تخلي يعني يعملها هيك ضدك. ما تخلي ضدك يعملها زي هيك عادي. ياخذ راحته فيها. بالنسبة للسبرينج كيك هاي يعني هاي كثير كثير تخلي الناس تتخربط. يا اخوان هسا السبرينج كيك يعني بتكون من ماينس 10 ماينس 11 ماينس 12 13 14 15 16. هاي الحركة فريماتها تختلف، دائما بتختلف حسب انت وين صديتها. سبيل المثال انت صديتها من هون سيد لانش، انت صديتها قريبة كثير قريبة كثير لانش على السريع. اذا صديتها بعيد بطل لانش. حتى ماينس 12 ما بتصير، ما بتكون يعني لازم تكون زي هيك عشان تصير ماينس 12. تكون كثير 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 قليل. لما تكون بعيد يا دوب 10 تبنشها. هاي قصة السبرينج كيك. بس هاي الشغلات يا اخوان والله لازم تعرفوها، يعني كثير شغلات مهمة.